استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، وذلك في حلقة جديدة بعنوان التنمر والعنف المجتمعي، حيث تركز الحوار حول التعريف بالجريمة والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا. وأشار الدكتور الخزاعي إلى أن هناك جهات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن سلوكيات الفرد كالأسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة. المزيد في هذا الحوار. هل ترون أن هناك علاقة ما بين هذه التكنولوجيا الحالية وزيادة انتشار النزعة نحو الجريمة في لأنه بدنا نحكي عن تنمر، بدنا نحكي عن العنف اللي في المجتمع، ما دمنا إحنا هذه نسبة الإجرام والقتل 90 إلى 100 بالنسبة إن هذا عدد كبير بالنسبة للأردن، أين ترون دور هذه التكنولوجيا في زيادة رقعة الجريمة؟ بارك الله فيك، اسمح لي أشكرك. العفو سيدي، العفو سيدي، لأنه هذا مربط الفرس. نعم سيدي. نعم، الآن إحنا أمام ما يعرف بالجريمة الإلكترونية، وأي في أيام الآن الإنترنت والاستخدام السلبي والخاطئ للتكنولوجيا، دخول المجرمين هذول إلى عالم الإنترنت خلاهم مهرة، خلاهم يتعلموا فنون، أولاً الجريمة، محاولة إخفاء خيوط الجريمة، والتعلم من المجرمين اللي خارج، اكتساب مهارات جديدة، أفلام، فيديوهات، أكشن، كلها بتتحدث عن هذا الموضوع وكيفية عمل الجريمة بمهارة. هاي واحدة. اثنين، النشر الخاطئ عن الجرائم، فخم المجرم. لما نقول واحد قتل 5 معناته والله هذا بطل، فهو مش بطل، لا هذا منبوذ. بس لما بتطلع الجرائم، واحد قتل 5، واحد عمل كذا، وبعدين الأفلام اللي بتطلع اللي بيشوفوها أفلام العنف والقتل. نعم. والدمار. صحيح. لما بنط عن الخيل وحامل سيف وبقتل هذاك وبقطع. نعم. رأس هذاك. نعم. وبضرب هذاك، هذا صار بطل. فهم الأفلام هاي وخاصة للأطفال والشباب، تنشئة والشباب. نعم. خلتهم يتعلم. اثنين، الجريمة الإلكترونية صارت تأخذ مسار آخر كمان، صارت الابتزاز، التشويه، تركيب الأفلام، تعليقات مسيئة جدا، تشهير في الناس، طعن بأعراضهم، طعن في ممتلكاتهم، في سيارهم الذاتية، بحياتهم، بمكانتهم، بوجودهم، تطاول بطريقة لا توصف. ليش؟ لأنه هذولا دخلوا على استخدام وسائل الإنترنت ومش مشبعين، ولا إنهم خليني أحكيها بالمفتوح، مش. نعم. مربيين. نعم. لاستخدام التكنولوجيا. نعم. وهذولا ما بيقدر يفرق يعني ما بين الحرية والحرية المسؤولة. هذا يستخدم التكنولوجيا، بقول لك أنا ورا جهاز التليفون ما حدا شايفني، يلا خليني أعمل إشاعة على الوزير الفلاني، خليني أعمل إشاعة على رئيس الوزراء الفلاني، على المدير الفلاني، أشهر فيه، أطلع عليه دعايات، أعمل أحطم نفسيته، أدمره. ليش؟ هنا بتيجي هذا جريمة أكبر من الجريمة اللي بقتلك. أنت اللي جاي يقتلك شايفه، بس اللي ورا مكتب واللي مسكر على حاله. نعم. واللي وراك شاشة ما أنت مش شايفه هو وأخطر شيء عندما يتم عملية إصدار الإشاعات عن ناجحين، عن ناجحين، الناس الناجحين. نعم. المميزين. نعم. المعطائين. نعم. نعم. هذول أصير نشهر فيهم ونصير نحكي عليهم ونتركهم، وإذا عرفناهم، شوف إذا عرفناهم لازم نواجههم ونحطهم عند حدودهم. ليش إحنا في عندنا في الأمن العام دائرة الجرائم الإلكترونية؟ على فكرة عندنا 9300 جريمة إلكترونية سجلت وتحولت للقضاء. إحنا أي واحد بيقدم شكوى في جريمة إلكترونية، ابتزاز، افتراء، تشهير، قدح، دم، تحقير، أي شيء يتابع فورا. أما اللي ما بيتابع، الناس اللي مرات بتسكت بتقول لك أنا
يعني بديش أتابع وأدخل في محاكم وقضاء ومحامين وجلسات وأتعطل. لا، إحنا لا يجوز أن نسكت. ما أنت إذا سكتت معناتهم أنت فتحت المجال أنه هذول يحكوا. وفي ناس الخطيرين اللي بيكونوا برا البلد، هذول اللي برا البلد مشكلتنا معهم. هذا بقول لك يا أخي أنا عايش في أوروبا، أنا عايش في أمريكا، أنا عايش في كندا، أنا عايش في بقاع هالأرض كلياتها، ما حدا قادر يصلني. فبتلاقي لك إياه بصير يطلع منها الإشاعات ومن هالكلام اللي خذ واسمع. ولازم إحنا ما نتأخر، لازم نواجه ولازم نرد ولازم نحط هذول الناس عند حدهم، ما نتركهم.